السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي تنشئ محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. جاهزين؟ يلا بينا. كتير من الناس بيبقى عايز يبدأ في مجال صناعة المحتوى، لكن بيبقى عنده مشكلة، سواء انه مش عارف يعمل مونتاج، او ما عندوش الامكانيات، او مفيش محتوى يقدمه، او بيخاف يظهر قدام الكاميرا. النهاردة ان شاء الله بعد الفيديو ده مفيش حد هيبقى عنده مشكلة في صناعة المحتوى. طب ازاي؟ عن طريق الذكاء الاصطناعي، وعن طريق موقع عبقري جدا. مش هتحتاج ان انت تتعلم مونتاج، مش هتحتاج ان انت تصور نفسك، مجرد ما تحط عليه الكلام هو هيحوله لك لفيديو تقدر ترفعه على منصات التواصل الاجتماعي وتستفيد بيه. طب ازاي؟ اشرح لنا اكتر. تمام، هندخل مع بعض على موقع victory.ai. الموقع اسمه اهو، هنكتب في البحث هنا victory.ai اسم الموقع اهو، او نخش على الرابط اللي هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف او في اول تعليق. هتدخل على الموقع هتدخل على اول رابط بالشكل ده. تمام يا شباب، لو عندك حساب هتعمل لوجن، لو ما عندكش حساب هتبتدي تعمل ساين اب. اختصارا للوقت علشان انا عامل حساب قبل كده، انا هدخل على الحساب الشخصي بتاعي على طول. تمام يا شباب، هيظهر لنا الموقع بالواجهه دي. ده كده الحساب الشخصي بتاعي. هيظهر عندنا اربع اوبشنات او اربع اختيارات. تمام يا شباب، هيظهر الحساب عندنا بالواجهه دي. هيظهر عندنا اربع اختيارات او اربع اوبشنات، اثنين على اليمين واثنين على الشمال. اللي على اليمين دول مش موضوع فيديو النهارده، ممكن اعمل عنهم فيديو مستقل. احنا هنتكلم النهارده عن الخانتين اللي على اليمين دول، ارتكل تو فيديو وسكريبت تو فيديو. يعني ايه يا عمي؟ يعني ارتكل تو فيديو ده يقدر لو انت جبت له رابط اي مقالة على النت يحولها لفيديو. طب ازاي؟ تعال اوريك. نفتح البراوزر بيج بتاعتنا كده، ونكتب في صندوق البحث او في السيرش اي حاجة انت عايزها، مثلا how to make money online مثلا، وبعد كده نختار اول مقالة على سبيل المثال او اي مقالة تانية من كل ده. اللينك كوبي، وبعدين نجي هنا نحطه بيست او كنترول في، ندوس بروكريت. في الصفحة دي يا شباب او في المرحلة دي الموقع بيستخرج النص او السكريبت من المقالة ويحوله لسكريبت. هنا في مرحلة التحميل دي يا شباب الموقع بيستخرج النص من المقالة وبيحطه لك هنا. تمام يا شباب، استنى التحميل مع بعض. طب بصوا يا شباب، انا هوقف ولما التحميل يخلص هنرجع تاني. تمام يا شباب، التحميل كده وصل ل100% زي ما انتم شايفين. تمام يا شباب، هنا ده المقال اللي انت حطيتها عليه، وهنا دي الكليبات، ده هنا لو حبيت تراجع السكريبت. طيب دلوقتي المقال اترفع عندي بالشكل ده، اوكي. بعد كده اعمل ايه؟ هندوس على نيكست، الخطوه اللي بعد كده. الصفحه دي يا شباب الموقع نقلنا للتمبلتس لايبراري او مكتبه القوالب. بنختار هنا القالب اللي احنا عايزين الموقع يطلع لنا الفيديو شبهه. طب انا اعرفه ازاي؟ تقف عليه كده يعني مثلا ده، او تصبر شويه يعني شوف طريقه الكلام، شوف الصور مثلا زي ده، طريقه الطلوع بتاعه الكلام. والموقع فيه ترانزيشنز كتيره من دول، والموقع فيه الاف التمبلتس من دول. تختار اللي يعجبك، واللي يكون مثلا احنا هنختار ده. هندوس على هنا خانه سيلكت. طيب هنختار ابعاد الفيديو اللي احنا عايزين نعمله. 16:9 ده فيديو لليوتيوب والفيديوهات الطويله، 9:16 ده للتيك توك واليوتيوب شورتس والانستجرام ريلز، 11:11 او المربع الصغير ده للانستجرام. نختار اللي احنا عايزينه من الخانات دول. نقف مثلا على 16:9، ندوس كونتينيو. دلوقتي يا شباب الموقع بيعالج السكريبت مع التمبلت اللي احنا اخترناه، وبيدمجهم لك مع بعض بحيث انه يطلع لك صور وفيديوهات، وكمان يكتب لك الكلام على كل سكريبت او كل فقره فيه. بصوا الشباب، تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عندكم افكار او اسئله. كده يا شباب الموقع خلص تحميل كده 100%، وانت بتراجع الكليبات حبيت بحيث ان انت لو عندك تعديل او ملاحظات على اي حاجه وحبيت تضيفها. طب ازاي؟ يعني مثلا لو مش عاجبك كلمه ماني دي تقدر تحذفها على سبيل المثال، مثلا تقدر تحذفها وهتلاقيها اتحذفت من الفيديو. طب تقدر تعمل ايه تاني؟ بس كده؟ لا طبعا، اهي الكلمه اتحذفت. تقدر تعدل على كل العناصر الموجوده في الفيديو، يعني على سبيل المثال التكست لو مش عاجبك الخط ده مثلا. اوكي يا شباب، لو جيت هنا عند خانه التكست دي هتقدر تعدل على الخط، مثلا الحجم بتاعه او مكانه. ولو وقفت على الفيديو هتقدر تحدد وتعدل مكان الخط زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تقدر تخليه مثلا تحتيه، تقدر تخليه تحت منه سطر مثلا، تقدر تغير حجمه، تقدر تغير اتجاهه، عايزه بولد ولا ايتاليك ولا اندرلاين،
تقدر تغير حجمه، تقدر تغير نوعه، كل ده انت تقدر تعدله بسهوله. كمان يا شباب مش بس تقدر تعمل كده، كمان ممكن تضيف ساوند تراك على الفيديو، ولكن انا ما انصحكش تضيف، ولكن انا ما انصحكش تعمل كده الصراحه، لان ممكن الاغاني هنا يكون عليها حقوق طبع ونشر. انصحك تستخدم اغاني من مكتبه اليوتيوب. عايز اراجع الفيديو ده قبل ما اعمل له ابلاي، هتيجي هنا عند بيرفيو او عرض، هيحمل معاك بالشكل ده، هننتظر التحميل لما يخلص. للاسف يا شباب الموقع مش مجاني بالكامل، للاسف يا شباب الموقع مش مجاني بالكامل، لان في العلامه المائيه اللي هتكون هنا زي ما انتم شايفين يا شباب. الفيديو اهو اللي هيشوفه يعني هيقول عليه اللي عامله فيديو اديتور محترف. طيب بس طيب خلاص كده؟ لا مش خلاص كده، ليه يا عم؟ ما طالع فيديو جميل وحلو اهو. انا ما انصحكش بالطريقه الاولى دي، ان انت تاخد لينك مقاله عشوائيه من على النت وتحطها على الموقع يطلع لك منها فيديو، لان ممكن يكون مثلا صاحب المقاله دي رافع المقاله دي على المدونه بتاعته، وده يكون فيديو يوتيوب اصلا، فتتحط في مشاكل الكوبي رايت، او يكون صاحب المقاله دي منصه او قناه اعلاميه عامله تقرير وتتحط في مشاكل الكوبي رايت واحنا في غنى عن ده. طيب ايه العمل دلوقتي؟ ايه الحل؟ الحل يا شباب ان احنا هنختار خاصيه سكريبت تو فيديو. طيب احنا ليه هنعمل كده؟ احنا بمنتهى البساطه هندخل برضو على النت، هنجيب نفس المقاله، ولكن المره دي احنا مش هناخدها زيها، احنا هنعيد كتابه المقاله دي. طب ازاي؟ عن طريق الاداه دي اللي اسمها كوايل بوت. كوايل بوت هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف او في التعليق المثبت تحت برضو. بمنتهى البساطه هندخل على الموقع اللي احنا جبنا منه المقاله، بمنتهى البساطه يا شباب هنفتح نفس المقاله اللي احنا فتحناها قبل كده. تمام يا شباب، دلوقتي احنا اخترنا مقاله بتتكلم عن نفس الفكره، ازاي تعمل فلوس اونلاين. هناخد فقره فقره في المقاله دي، ناخدها كوبي ونحطها بيست على اداه كوايل بوت. شوفوا اللي هيحصل، احنا دلوقتي خدنا العنوان، هندوس على كلمه بارافريز. زي ما انتم شايفين يا شباب غير ترتيب الكلمات والكلمات نفسها بالكامل، بحيث ان انت ما يبقاش عندك مشكله في اعاده استخدامها، ما تتحطش في مشاكل حقوق الطبع والنشر والكوبي رايت. ناخد العنوان كده الكوبي واحطه هنا بيست، هناخد مثلا الفقره دي كده من المقاله كوبي نحطها على موقع كوايل بوت بيست. تمام يا شباب، هناخد الفقره دي كده بعد التعديل كوبي. تمام يا شباب، هنرجع لموقع بيكتوري دوت اي اي، هنحطها كده بيست، وبعد كده نقول بروكرييت، هنختار تمبلت مثلا، نختار ده المرة دي، نختار أبعاد الفيديو نخليها 16:9 برضو زي ما احنا، نختار كونتينيو. تمام يا شباب، بعد كده هنعيد خطوات الطريقة السابقة مش أكتر، مش هنضيف حاجة جديدة، احنا بس هناخد المقالة. تمام يا شباب، كده احنا بس هنكمل كده، احنا هنعمل بقية خطوات الطريقة الأولى بس كده يا شباب. كل اللي عليك ان انت هتاخد المقالة دي كوبي وتحطها في أداة، هتحطها في موقع كوايل بوت بيست، هيعدل لك عليها بحيث ان انت تقدر تستخدم محتوى اصلي بدون حقوق طبع ونشر، بدون ما تواجه مشكله مع اصحاب المقالات، وبدون ما تواجه مشكله مع سياسات اليوتيوب. تمام يا شباب، كل اللي علينا ان احنا بعد كده هناخد هناخد المقاله كوبي فقره فقره ونحطها على اداه كوايل بوت بيست، بحيث ان انت ما تواجهش مشكله في حقوق الطبع والنشر، وكده تبقى عملت محتوى اصلي خاص بيك انت بس، بحيث ان انت ما تقعش في اي مشاكل ليها علاقه بحقوق الطبع والنشر، سواء مع اصحاب المقاله او المنصه اللي هترفع عليها الفيديو بتاعك، سواء يوتيوب او فيسبوك او تيك توك. كده بقى يا شباب هنستنى لحد ما الفيديو يتعمل له جينيريت بالكامل. ما تنسوش يا شباب اللايك والاشتراك وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكده يا شباب زي ما انتم شايفين الموقع خلص الفيديو بتاعنا، وفي الاخر بيديك 3 اختيارات. الاختيار الاول داونلود فيديو، وده بيخليك تحمل الفيديو على الكمبيوتر على طول، والاختيار التاني كوبي لينك، ده بيخليك تاخد نسخة من الرابط تنشره على منصات التواصل الاجتماعي، والاختيار التالت اكسبورت تو تكست، او ان انت تحول الفيديو لمرة تانية لنص. طبعا ملناش دعوة بتاني اختيار وتالت اختيار، احنا هنختار اول اختيار داونلود تو بي سي، انا حملت الفيديو معانا بالشكل ده، هنضغط على الفيديو كده عشان يفتح لنا نشوفه اهو بالشكل ده، نكبره كده. يعني بصوا يا شباب الفيديو شكله عامل ازاي، الفيديو اللي في الخلفيه مع الكلام اللي تحت، يعني شايفين كان اللي مصممه بالظبط جرافيك ديزاينر محترف او فيديو اديتور محترف. يعني ده لو ترفعه على القناه وشايفين الجوده عاليه ازاي. وعلى فكره يا شباب انا بقول تاني، الفيديو اللي في الخلفيه واي فيديو او صوره الموقع ده بيستخدمها بتكون مجانيه بالكامل بدون حقوق طبع ونشر، ولكن للاسف
الموقع ده مش مجاني بالكامل، الموقع باشتراك سنوي، هو بسيط تقدر تدفعه وتستفيد من مزايا الموقع. طيب انا عايز استخدم الخطة المجانية بتاعت الموقع، مفيش مشكلة، لكن للأسف هتلاقي في آخر الفيديو فيه علامة مائية زي دي على الفيديو فوق على الشمال، وفي آخر الفيديو هتلاقي الموقع، وفي آخر الفيديو لو جيت في آخر الفيديو بالشكل ده هتلاقي الموقع سايب لك الرسالة دي بالمنظر ده. طيب ايه الحل مع العلامة المائية اللي فوق دي؟ بمنتهى البساطة خليك معايا، لأن دي آخر وأهم مرحلة في عمل الفيديو قبل نشره ورفعه على منصات التواصل الاجتماعي. هتدخل على الموقع ده اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، ده موقع رهيب جدا، هكلمك عنه بالتفصيل الفيديو الجاي. المهم هتيجي هنا عند خانة فيديو تولز اللي أنا واقف عليها، هتختار ريموف لوجو فروم فيديو، هتدوس عليها، هيفتح معانا بالشكل ده. هتختار اوبن فايل وتضغط عليها بالشكل ده، هتستنى شوية تحمل معاك. بعد كده يا شباب هتختار الفيديو اللي انت عايز تشيل من عليه العلامة المائية، هتدوس اوبن بالشكل ده كده يا شباب. بعد كده يا شباب هتيجي تقف على المكان اللي فيه العلامة المائية وليكن بالمنظر ده، وتحددها بالشكل ده، تحددها كويس. وبعد كده هتيجي هنا عند خانة النهاية دي، هتيجي تقص الحتة اللي فيها الرسالة بتاعت فيكتوريا، هتشوف هتتبعها بدأ من أول فين، أول حد هنا مثلا كده. انت حددت ان انت عايز تشيل العلامة المائية من الفيديو، وقص الحتة بتاعت فيكتوريا، وبعد كده تختار سيف. هتصبر شوية الموقع يرفع كده يا شباب الموقع خلص لنا الفيديو بتاعنا، تقدر تحفظه على طول. وبالمناسبة انا هسيب لكم لينك الموقع ده برضو تحت في الكومنتات او في صندوق الوصف. بعد كده تدوس سيف، هينزل معانا الفيديو بالشكل ده زي ما انتم شايفين. كده يا شباب هنفتح الفيديو بتاعنا بعد ما عدلنا عليه وشلنا العلامة المائية بتاعت فيكتوري من الفيديو، شلنا العلامة المائية من مكانها. نيجي هنا عند شاشة النهاية بتاعت الفيديو، زي ما انتم شايفين مش موجودة علامة فيكتوري، مش موجودة. وكده يا شباب زي ما انتم شايفين الموقع شلنا العلامة المائية بشكل نهائي وكأنها ما كانتش موجودة. اي نعم مكانها لسه موجود ومعلم، ولكن في الفيديو الجاي هوريك طريقة أحسن من دي تشيل بيها العلامة المائية، مش بس من على الفيديو ده، من على أي فيديو أنت عايزه. كده يا شباب وصلنا لآخر الفيديو، ما تنساش لايك واشتراك في القناة. كده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، استنى مني الجزء التاني هوريك إزاي تشيل العلامة المائية بطريقة أحسن، وكمان هخليك إزاي تضيف فويس كفر أو صوت في خلفية الفيديو لإنسان بيتكلم برضو باستخدام الذكاء الاصطناعي. تنساش تشترك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد.